بمسألة انعدام الثقة. على كل حال الإسرائيليون ليسوا بحاجة لأي ذريعة حتى يكملوا بهذه السياسة، هذا أمر أصبح مسلما به. لكن إذا ما عدت إلى لقاء الموفد الأمريكي ميتشل برئيس السلطة محمود عباس، هل تعتقد ما صدر عن رئيس السلطة يؤكد على موقف فلسطيني جديد على الأقل من موقع الفريق الذي يريد أن يفاوض، عندما يأمل من إدارة أوباما أن تمارس المزيد من الضغوط على الإسرائيليين حتى تستأنف عملية المفاوضات؟ هل تعتقد هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه السلطة؟ ليس هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه السلطة أو منظمة التحرير. هناك طبعا لا يزال هناك في من جانب القيادة الفلسطينية لا يزال هناك في أمل بأن تقوم الولايات المتحدة بممارسة دور أكثر فعالية تجاه الموقف الإسرائيلي. نعم. لكن كما هو ظاهر وكما هو واضح حتى الآن أن هذه الإدارة غير مستعدة لممارسة هذا الدور، وبالتالي الموضوع والكرة الآن هي للقرار، بمعنى أنه إذا ما يعني ما أعلن بعد اللقاء بين ميتشل والرئيس أبو مازن هو أن لا يزال هناك في حوار أو نقاش حول شروط المفاوضات، لكن كما نعلم نحن فإن ما قدم للرئيس أبو مازن من أجوبة أمريكية هي ليست مقنعة وليست كافية وليست أيضا رسمية، وبالتالي الآن الموضوع سيعاد مرة أخرى إلى القيادة الفلسطينية لاتخاذ القرار، وأيضا إلى القمة العربية التي ستعقد في أواخر الشهر الحالي من أجل الاتفاق على تحرك سياسي فلسطيني عربي لمخاطبة الإدارة الأمريكية بصورة أوسع وبصورة تضع النقاط على الحروف حول نقطة الاستيطان. لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات، لا مفاوضات مباشرة ولا غير مباشرة في ظل استمرار الاستيطان. طيب وجهة نظرك سيد عميرة، وجهة نظرك من موضوع المفاوضات، هل تعتقد السلطة ستتخذ القرار باستئنافها؟ ولنقل أكثر من ذلك، المجموعة العربية يعني عندما تقول ان المساله مساله قرار عربي وفلسطيني ولا بد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها المجموعه العربيه، ماذا ننتظر؟ ننتظر دفعا جديدا للمفاوضات ام تعليقا لها؟ ما لم تتراجع الحكومه الاسرائيليه عن مشاريعها الاستيطانيه والغاء المشروع الاخير اضافه الى تقديم ضمانات عمليه بعدم القيام باي نشاطات استيطانيه في الضفة أو في القدس، بدون ذلك لا يمكن العودة لهذه المفاوضات مباشرة كانت أم غير مباشرة، وهذا ما حصل وأبلغ به ميتشل اليوم في لقاء عمان. طيب ما الذي تبقى أستاذ صلاح أيضا في النقطة ذاتها؟ يعني إذا ما اعتبرنا الموضوع لم يصبح الآن ليس موضوعا فلسطينيا بقدر ما هو أيضا موضوعا عربيا نتيجة الغطاء العربي الذي أعطي للجانب الفلسطيني حتى يستأنف المفاوضات، هل تعتقد سيتخذ العرب سيتخذ الموقف المناسب نتيجة هذا الإصرار، هذا التعنت الإسرائيلي بالمضي في المواقف ذاتها؟ أنا أعتقد أنه العرب والفلسطينيون المفروض الآن يتخذوا هذا الموقف المتشدد، خاصة إذا يعني بالإضافة للشيء اللي ذكره السيد حنا، لقاء ميتشل مع رئيس عباس في شو اللي طرح يعني ثلاث نقاط أساسية. اولا وقف الاستيطان، يعني عفوا ما جاب سيره الاستيطان ولا كلمه، ترك الموضوع لوزاره الخارجيه الامريكيه تحدثت عن يعني هذا الامر. نعم. طلب ضبط النفس. مين المطلوب بضبط النفس؟ نفس الوقت اللي بيطلب ضبط النفس اسرائيل عم بتكون باعمال عدوانيه ضد شعبنا. نعم. طلب باستئناف المفاوضات الغير مباشره بس ضمن اي شروط وضمن اي افق ما في، وتحدث عن المرحله المقبله للمفاوضات المباشره، عن اهميه المفاوضات المباشره. يعني وين بنوصل؟ يعني هل يمكن ان نصل خلال المفاوضات غير المباشره الى المباشره مثل ما قلت قبل؟ حتى لو وصلنا المباشره شو راح يطلع منها؟ النقطه الثالثه اللي طرحها هي سلام شامل. طب شو مفهوم السلام الشامل؟ هل يقصد انه يعني يضم انهاء الصراع، يشمل سوريا، يشمل لبنان، يعني المناطق اللي لسه بالنسبه لاسرائيل تشكل مواقع خطر؟ هاي قضايا عم يطرحها ميتشل. نعم. هل يمكن أن تشكل أرضية مناسبة لاستئناف المفاوضات الغير مباشرة؟ لا أعتقد ذلك. من هون أنا بلفت نظري أنه بهالفترة التحرك اللي عم بتقوم فيه السعودية بين سوريا ومصر، نعم، يعني آمل خلال زيارة وزير الخارجية السعودي نعم آمل دمشق والقاهرة، نعم آمل
انه يكون بدايه تفهم لاعاده النظر بموضوع المبادره العربيه للسلام، يعني اشارات وصلت. نعم. وصلت واعاده النظر بالغطاء اللي اعطي للطرف الفلسطيني المفاوضات. نعم. امل ان يكون ذلك. طيب اتحول الى واشنطن دكتور نيمني، عوده من جديد لكن الى الضمانات الامريكيه هذه المره، يعني طبعا بانتظار اللقاء الذي سيتم بين الرئيس الامريكي ونتنياهو، ما الضمانات التي يمكن ان تقدمها الاداره الامريكيه للقياده الفلسطينيه للسلطه الفلسطينيه، سواء بموضوع المستوطنات كقرار نهائي او بموضوع استئناف المفاوضات والتي يعني تحثهم عليها، ما هذه ما الضمانات؟ ليس هناك ضمانات فيما يتعدى المواقف الصادره عن الحكومه الاسرائيليه، لان الولايات المتحده هي تتخذ هنا دور الوسيط ولا تتخذ دور الضاغط لا على الحكومه الاسرائيليه ولا على السلطه الفلسطينيه، بغض النظر عن تحفظاتها عن ممارسات هذه وتلك. ولكن على اي حال عند الحديث هنا عن ضمانات، اذا كان المقصود بانه ضمانات تؤدي الى